اي مفيش اجاين تيجي داخل ماشين. فالوقت اللي هو ترانسفير فيه كذا كده بس تمنس التعاود انت. وهنا بعد ما يقولوا confirm diagnosis لازم تفهموا ايش exclude aortic dissection. لان الاورتيك ديسكشن واحد من causes of myocardial infarction وهذه excluded by chest x-ray بالوايدنج الستاينم وبالاكزامينيشن تلقى asynchronous pulse. لو واحد عنده hypertension asynchronous pulse فانت if you feel بالاكزامينيشن بتاع الاسينكرونيسيتي والبلس وكذا ان هذه اورتيك ديسكشن ان اورتيك ديسكشن كونترا انديكيشن تعطيها ثرومبوليتكس كونترا انديكيتد خلاص انت بلا بتلتك على الثرومبوليتكس. فنحن هلا شو نديره لو نحن تشست اكس راي مش روتين نوت روتين بس بالاكزامينيشن بتاعي لو جيت اسينكرونس بلس اي هاف تو نقوم شويه ونفضل اكس راي لو جيت وايد ميديا ستايل نقوم سي تي سكان لذلك نكسكلود اورتيك ديسكشن. And number two, here, code history and examination. وهذا الهستري examination نحتاج لأشياء معينة. رقم واحد, look for shock. الشوك هنا مهم جدا, low blood pressure. شوف البايتا صان. والشوك هذي عادة يكون سببها right ventricular. Infarction, في تو عنده بعد النوتس ممكن يكون عنده كارديو تامبونين ممكن عنده في اس دي ممكن عنده اكيوت مايتر ريجاج ممكن عنده رابتشر فري وود على اي شوك بيشن ما انا عنده اكيوت كومبليكيشن ممكن تحتاج الى سيرجري ونحن نقوله نعيد الشوك انا حكون كارديوجينيك شوك ولا لا هكون جي بي بي بها ريز من هارد سانس هيكون فيري مفروض وهي ممكن لو نستخدم علاج مؤقت هنستخدم دوب بيوتامين مضبوط ولا لا نجينو روبي. رقم اثنين اوسكلتيك بهارد والهارد اوسكلتيشن عندها وظيفه معينه لو سمعت بان سيستوليك مرمى عندك في اس دي والله ما بالذات لو كان عنده شوك لان الفي اس دي رابتشر اوف ذا سيمبتوم اند مايتر اكيوت مايتر ريجاش لان في رابتشر كوردة الدناي رابتشر بابيلاري ماسلز هيؤدي لاكيوت ام ار ومش كيف الكرونيك ام ار هذيك ستيبل اكيوت ام ار هيكون خشي شوك اكيوت اي ار واكيوت ام ار هذا سيناريو بتاع كاردوجينيك شوك لان نحن عندنا كرونيك اي ار وكرونيك ام ار اللي نحن نحكوا عليه ديما وبلدو عارفين بس هو ظهر اكيوت وانا هنا حيخش الكوبريفي اكيوتي مبينات الاستاتيوتي حيصير لك كارب تنشو الاضر حتسمع موفل ترانسام وانا حيكون السبب بتاع الشوك والله تامبونات انتو تعرفوا ان ديرمين من كارب تامبونات الاضر امبورتنت تسمع اس 4 or اس 3 because of volume or pressure overlook لان مرات يستلم فالمونري قديمة لان واحد من كوز دومين قديمة كيوت من كارد انفاكش اللي في مدرقة بيت فالس 4 means pressure high blood pressure من هذين اس 3 means volume overlook سو معناته يو اس كالتين نمبر 3 تشوف البلس البلس قلت لك بها سينكرونس وراواتك ديسكشن ولا ويك بلس ولا ابسن بلس وهذا شخص ارستد اللي عنده ويك بلس هذا يشوك واللي عنده ابسن بلس هذا ارستد واللي عنده اسينكرونس هذا عوارض الديسكشن والشخص ان كيس اوف بلس الريجولاريتي ارذمي ثم عنده اتيربليشن لان ما يدير اي نوع من ثم نمبر فور You ask about contraindication of thrombolytics. وهذا سؤال كلكم هتسألوه كلكم وذكروني بعد تسألوه في الأورا واتبع كلكم هتسألوه سؤال
absolute contraindication and relative contraindication. لذلك انت هتحكي على absolute احنا بس مش نختصر الوقت and relative لازم تعرف اشياء دي. النقطة اللي هنضيفها لك كمان انا اشياء pregnancy is relative, warfarin is relative, the cause of disease is relative, prolonging CPR is relative. هذه كل ممكن مع ان contraindication بس نحن ممكن نقدر نعرفه لو كانت الامور تسمح يعني. فالسؤال هنا عادة يقول لك pregnant صار لها مرة او سؤال في الاورا ولا بي سي اي هو بي سي اي هو هيسرق يقول لك هو ديما مش موجود بي سي اي. What if بي سي اي not available ولا ناخذ هون بي سي لان المرة more important than baby. هذا سؤال مشهور في الاورا. So pregnancy is relative. نحن نقوله بي سي اي لكن لو كان مضطرين نحن هنديله ممكن هذا termination الناس يناخذوا يعني تمبلس. وهذا بالنسبة لي اللي بديها. بعدين you send investigations. Send investigations. عفوا دكتور. نعم دكتور. بعد الورفرين. فتك آثر في 6. فتك آثر في 6. أي واحد عنده برومي الأينات. مش بس الورفرين. أينات برومي. أبسوليوت. أبسوليوت هذا. أي حاجة هنا أبسوليوت. Recent stock, AV malformation, tumor, and the trauma within 2 weeks. أي حاجة هنا؟ Absolute. Aortic dissection? Absolute. Active internal bleeding, يعني أي bleeding وقاعد active. Bleeding بيفتك أصلا قاعد عندك تومر. كده مش حرام. وبالي كل حيكون بليدنج. Now send investigation, بس مش هتراجعين. خافي كذا انزايم. Send investigation. And you check for كذا انزايم. CBC, RT, LT, and INR. هتنزل لديه وفي كل حاجة بعدين هتستخدمها انت في شيء معين. ثم هتقعد تقول هل هي STEMI والله انا من STEMI قادل عندي الأخوة مرسة كل مرة كم في أدوية في أدوية ينعطى الاثنين يوم تسأل هل يستمي ولا لا يستمي كل بحياتك تعطي انت على طول اسبرين لوبيدوغريل بيتا بلوكا ستاتين ايس انهبيتورز الا اذا كان في كونتراديكيشن اللي هو الاصل فيه لازم نعطوه كلمه اند نيتريت لأن أنا قلت لك في دراسة جروث سيرفايفل ولا لا؟ إيش هيمتر وستاتين وبيتا بلوكر والأسبرين ولا وكلوميدوجريل والنيتريت هم حول الأسبرين معنى الأسبرين عليه حتى هو خش مات هم جروث سيرفايفل بوث أم أي أند إن أجاين مش كيف لها فيه لأن الحياة تخلق ثم نعطي لو موليكيولار ويك هيبرين اللي هو أحسن من الأهم هذا كل المفروض ياخذوه unless there is contraindication. هذا الموقف عند مفترض طوح. لو كان البيشنت ستيم كان البيشنت ستيم عندي خيارين لو كان في بي سي اي افيلبل او بي سي اي نوت افيلبل أكيد في واحد من السيتويشن هو درج هو منجم شوية بي سي اي لو كان بي سي اي افيلبل نحن عندنا بي سي اي موجود في تريتمنت ولو درنا بي سي اي عند احتمالي يا اما ينجح سكسسفول يا اما هي مظبوط لو نجحنا في البي سي اي سكسسفول الحمد لله هذا اللي نشوفه لو هو فين emergency cash واضح كلام ولا ولو كان انت ما عندكش بي سي اي بي سي اي نوت افيل انا اكيد هستخدم شنو بوليتكس وهنا عندي واحد سكسسفول
اجتهدت فين؟ فين هنا عادة ان احنا نقول لو عندنا فين نديه حزنا ريسكيو نسيان لو كانوا ستيل امين ريسكيو معناها كان نحن ننقضوه في نسيان لو ريسكيو نسيان نوت افيلبل كاش بل كما انا عاوز كومبريتنج وان تايم وان تايم يعني هو انا ما فيش ليميت معين يقول تعمل كذا لكن وان تايم انت مش هتقدر تجي اكثر من وان تايم اي هاف سين يعني ممكن سكند تايم يعني انا ليجي شيب فور تايم اربع اربع واحد واخد اربع اللي يعطي اربع ريال هو مش عارف ايش اللي قاعد يصير جوا فهذا بالنسبه لي الماجيكال ستيل لو يبدو هذا يحكم معك فقط على كيف بيتم الكمبوليتكس والكونتراديكيشن بتاعنا نل ستيمي بعد ما نوقف هذا الموقف هنا نسال سؤال واحد Is it high risk? نل ستيمي or low risk? السؤال اللي سألت حتى هنا انا اسال السؤال هذا high risk بس هنا واضح طريق بس هلا لو كان قال لي هاي ريسك ستيمي هنمشي ودي له بي سي اي هاي ريسك اوف كومبليكيشن لو قال لي لو ريسك ستيمي هنوقف هن نو فيرذر مانجمنت هذا كلام خلص وقف هذه لو ريسك تروبونين بتاعها نيجاتيف ما عندناش فين ما عادش نقول لو كان تروبونين نيجاتيف هن نو تشيست بين خلاص يعني هذا بدينا نجري وقف الالم والتربون النيجاتيف ما الذي له رزق هنوقف لكن هو ما زال عنده بين التربون بتاعه قاعد يزيد انا هذه لازم يجي فروشن بي سي اي وانت من قرر كلمه بي سي اي انت من قرر انا ولا انا ولا انا في درجه اسمها حافز اكسيما انت اكسيما انتي بليتد ما يستخدمش الا قبل البي سي اي وانتي بليتد وظيفته انه هو يكون قبل البي سي اي ثم نحن نتكلم هنا على important drug اسمه Abciximab وهنا بنمسكيه وما فيش عندي هذا المكان واحد قبل ما نحن نستخدمه في البي سي اي شنو ال complications بتاعت المرض في الكورونا؟ complications القسمة هيك broadly قسمها هيك early and late والearly لدينا بمن النوعين mechanical وarrhythmic والlate حتى هنا بمن mechanical and arrhythmic فأنت مرات الarrhythmic ومرات الحاجة في المصر فالearly يقسم mechanical الريتمك والليل قسم الميكانيكال الاير ميكانيكال رقم واحد رابتشر في وول رقم اثنين بي اس دي رقم ثلاثة اكيوت ثم ار رقم اربعة كارديك تامبونيك رقم خمسة رايت فنتريكولار انفاركشن هو قلنا كل حاجه ما تصير ولا لا وحدات مع الرايت كورونري اللي فيه وول وحدات مع الليفت وكذا اند نمبر 6 ايرلي بيريكاردايتس ايرلي بيريكاردايتس اند نمبر 7 نيورال ترومباي يعني الماي مرات في رابشر وكلوزز هذه تعطيني نيورال ترومباي وترومبوليك فينومين during the picture the mind will see CVA and that be you know rupture of the wall كده so هنا اسمها الايرلي واسمها الميكانيك وانت وظيفتك تفرق بينهم مش تسميهم وخلاص ال V3 V4 V3 في الوول تعطيني رايت تقريبا انفاكشن الاشياء الاخرى يجي عندك كورونري سايد وعادة ما بين المسيرة من 2 to 5 days على المتوسط يعني من يومين الى خمس سنين اول يوم ستيل بدري شوي لان الكروسز انتم عارفين الام اي في الباثولوجي مر بمراحل بس اذا عرفت شهر تبي يومين السكند دي
الى 5 دي 6 دي ممكن الارثميا اول تايب الارثميا ما تدخلش نص كده انا متخصص من كريكولار فيبريليشن كريكولار تاكيكا within 2 hours هذه المصر كمان cause of death يعني هم يموتوا من ديتاك والله دي ثب في أول ساعتين طبعا ليش يبني بلزم في القاتل ده بعدين يجي الهارت بلوك بجميع هارت بلوك بجميع الجريد فرس سكن ثير يعني أنت في الانفيري يقول المعاني هارت بلوك بجميع الجريد بتاعك ثم جي الاس بي تي والاي اف والاكتوبكس بلازا وهذا انا اللي بدي نوت هنا مهم جدا وهي الكيو النيو ليف بارد برانش بلوك يساوي ستيم لو واحد عنده ليف بارد برانش السؤال الوحيد اللي يطرح نفسه نيو ولا اولد اذا كان هو نيو انا هذا يساوي الاستيفنج اليفيشن في الاسيجن لكن لو كان اولد مش مهم بالنسبه لي كيف تعرف نيو اولد انا مش واحد فانت بس النيو اللي بي هو معناها ليت الليت ميكانيكال ليفت فنتريكولار انيوريزم وبالتلك هذه عادة تصير من 4 إلى 6 أسابيع وهذه هي الكوز الريزستنت في سيجمنت انيفيشن قال برسلا سندروم وهذا ليت بيريكارديتس بلورا بلورا بيريكارديتس في سيجمنت انيفيشن بعد 3 أسابيع على هذا تاخذ 3 to 4 weeks and frozen shoulder frozen shoulder كأن ما يجيك مرات الشولدر بتاعه ما يقدرش يحرك اسمها adhesive capsulitis frozen لأن جميع الموفمنت ار painful هو frozen لأن ما يقدرش يحرك هيك يحرك هيك يحرك كبسول مثلين اي حركه يصير فيها بين سوف يحدث فروز الشولدر ويصير بعد 4 إلى 6 أسابيع حتى وصل فيزي بالنفس يرجع انت لما تدرك الشتيرا بيمشي للموت سو هذين ميكانيكال ريت فالبريكارداس من ايد ومن ليت الاريثميا ليت ممكن يصير ليت فنتريكولار اريثميا او اي اذر اريثميا لكن انا ليت مرات تصير حتى 3 months 2 months 3 months مالكنت مرات تصير هي تدير هي cause of death بالذات الانيوريزم لو كان في انيوريزم الانيوريزم هذه مصدر هذا مصدر بتاع الريزم لو حقيت انيوريزم هذا مصدر بتاع الريزم لو حقيت في انيوريزم تشخص بالايكو معناها توقع الشخص هذا حيشتري له الريزم لان المصدر الريزم يوجد حتكون اللفت فنتريكولا انيوريزم فهذا بالنسبه لي المايوكارديال انفاكشن والكومبليكيشن اخر نقطه بالماي كورونا ديزيز هو ام اي ان يونغ ام اي ان يونغ سكيميك هارت ديزيز ان يونغ انا لازم تفهم اشياء في خصوصيه رقم واحد الكوزس رقم واحد كوكايين ابيوز والكوكايين ابيوز عادة تلقى عندهم مسنينينج قاعد نيكروسس اللي هي السيمتوم على واحد من صاحبي بعد الكوكايين ابيوز هيؤدي الى هايبرتنشن هيؤدي الى فازوس بازم فازوس بازم او كورونري يؤدي الى ستيمي واحد من كوز اوف ستيمي هو كوكايين يؤدي الى فازوس بازم لان فازوس باستيك انجينا ولكن انا ريزيستنت فازوس بازم وحتعطيك الليفيشن فاذر انسايت النقطة هنا في الكوكايين ابيوز تريتمنت رقم واحد بيتا بلوكر كونترا انديكيتد لما نقول الفازوس باستيك انجينا رقم اثنين ترومبوليتكس كونترا انديكيتد مش اليوم المسكر يعني رقم ثلاثة انترافينس
nitroglycerin, and intravenous enzyme. فانا عشان المانجمنت بازوديليترز وترانكلايزرز هو الانتي دوت بتاعه. هذا واحد من النقاط كيف تعالج كوكايين ريدوس الماي واحد يفكر فيها. رقم اثنين ممكن يكون عنده فاميليا هايبرليبيديميا. الناس اللي عندهم فاميليا هايبرليبيديميا عادة تصير تلقى فاميلي هيستري صغيرين كده بيزيد الميوكارديا انفاركشن. نمبر 3 فاسكولايتس. انا ممكن يكون اس ال اي بولي ارثرايتس نودوزا او كوازاكي. والله عاده عشان يصير في الديات كوازاكي ديسيز. والله عاده في الديات ما اعرفش شيء اسبر الان اسبر هو ستوري كوازاكي ديسيز وي يوز اسبر. اي عيل صغير عنده ستروبري تم وعنده قيمه مش هيصير له كمبيوتر لكن انت تعرف بس الاسم فيمن سكن فيمن هو ليمبديوباثي فيفر كده بتاع كوزاكي بيضايقه وتعطيه وبيلاكسس اجينست اكيوت كرويس سندروم. هذه الام اي تصير تشندر. سو معناها هذا بالنسبه للام اي ان يانج بيبل هذه الكومن كوزز اوف ام اي في الناس الصغيره. وهذا بالنسبه لي سكيميك هارت ديزيز كده نتوع على الكارديو مايوباثي. كارديو مايوباثي الكارديوميوباثي ينقص الكلى. ديليت الكارديوميوباثي هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديوميوباثي اند ريستريكتيف كارديوميوباثي. 3 مين تايبس اوف كارديوميوباثي هم الثلاثه الكومن في الاكزام سي بي اس مهم جدا يعني السيستم. رقم واحد نقوله كوز الدليل الكارديوميوباثي اللي تبين ولكن ممكن يكون اكس لينكد ممكن يكون بوست بارتم او بيري بارتم. ممكن عنده علاقه بالكحول والديابيتس والايمو كروماتوسيس. That's why سيناريو هنا لو بجيب لك في البيبر عادة يجيب لك واحد من two scenarios dilated. يقول لك في ميل recently delivered وصار لها heart failure. خلاص منهم يقول لك عندها history of delivery وصار لها heart failure معناها تتكلم عن حالة اسمها postpartum cardiomyopathy. أنا يخصوا فيه المراجع يقول لك very partial أو postpartum cardiomyopathy. Very partial أو postpartum هو نوع من أنواع dilated cardiomyopathy. أنا هذا very common case in exam مرات يعاود فيها يقول لك ان هي في ميل ويانج وبعد الدليفري صار لها فيتشرز اوف هارت فيلير واي بعد الدليفري وخصصوها معنى هذه بارت من الديليتد كارديومينت. او ممكن يجيب لك واحد يانج عاده هنا في ميل وعنده بوست فاملي هيستري لانه يجوني مرات يكون شنو اكس لينك. فهم ممكن يعطيك يانج بي هذا ليس كم مور كم سيناريو عاده يجيب بري بارتل كارديومينت. ثاني الهايبرتروبيك اوبستراكتيف كارديومينت هذا كورتيزوم الدومينت familial disease but can be 50% sporadic يعني ممكن مفيش family history. فأنا هذا واحد من مندلسون يعني inheritance هو autosomal dominant familial and 50% ممكن يكون مفيش بوزيتيف family history just an acquired mutation. والميوتيشن هذا عادة يصير في مايوسين التروبونين هايبرتروبيك اوبستراكتيف كارديومايوباثي. انما الريستريكتيف كارديومايوباثي حيكون الكوز بتاعها ديزيزز يؤدي الى ديبوزيشن اوف سيرتن ماتيريال لايك امايلودوسيس ساركيدوسيس هايبوثايرويديزم لوفلر سندروم اللي هو بتاع الباراسايت وهكذا. يعني الديزيز هذا المشرف بتاع هذه الديبوزيشن هو ثيك وان ولكنه ما فيش كونتراكتيلتي اللي مش عضلات اذر ماتيريالز. باثولوجي
هيكون في dilation dilatation of both left and right ventricles. فيعطيني cardiomegaly classic heart failure. And this one, there will be SAM and ASH. وكلمة SAM معناها systolic anterior motion of mitral leaflet. Systolic anterior motion, SAM. ASH asymmetrical septal hypertrophy. هذا ما معنى كلمة ASH. وهذا affects left ventricle rare in right side. أنا الحكم خاص بمن خاص في left side. والباثولوجي هذه تؤدي إلى increase in pressure of left ventricle and increase in thickness of left ventricle. أنا pressure زايد والthickness زايد عندما هو هذه pressure overload. هذا معروف إن هذه pressure overload. هذا volume overload دايركت. دايريك تؤدي إلى volume overload. الحكم يؤدي إلى pressure overload ويؤدي في النهاية إلى diastolic heart failure. diastolic heart failure. مشكلة الحكم left ventricular outlet obstruction. هذه كلها terms هتسمعها في الحكم. SAM و ASH. إن هو في اللفت ذلك إن هرير في الرائع إن يزيد البرشر في الفنزيكل يزيد الثيكنس يؤدي إلى ستيفنس إن يكترش يجيب الهيديتيشن يؤدي إلى السيولك هارت فيلير والهيكترش يجيب السيبتم حيسكر علينا الأوتلت. فهذا يعطيه لوكس لايك أورت سينوسيس ولكنه تحت البار نوت ويد البار. فلما ريستريكتيف كارديو مهم إتس مينلي إن راين سايد. هذه مهمة جدا أضحك في اللفت وأنا في and there will be diastolic heart failure of right ventricle. So there is weak contraction and there is diastolic heart failure in the right ventricle. How do you measure? Clinical features. Symptoms and signs of congestive cardiac failure اللي حنحكيها مع الفريق. يعني symptom of right, symptom of left. يعني هذا right ventricle failure. وينتهي به الحال إلى cardiac arrhythmia. لأن الheart failure واحد من causes of cardiac arrhythmia في النهاية. فهو معطيني كل الميزات الرايت وكل الميزات اللي حكم أعطيني الأتي عند سبيشال. أعطيني سينكو with exertion or vasodilator. يعني هو يأخذ أي حاجة vasodilator والله يجري بسيلة سينكو. يعطيني chest pain ممكن يكون معاه positive family history of sudden death. History-wise, الشخص زمان صار سينكوب. سينكوب طبعاً بيكوز أريدمي هذا كده هنقول لأن هذا عادةً الصدمة ديت هذا سبب بتاع VF fibrillation. سبب الديت هو ventricular fibrillation عند الناس. أي حاجة في صدمة ديت حتدير عن طريق ventricular fibrillation. Now on examination هتلقى جيركي بارس
يركي ايبكس اس 4 and systolic murmur at left sternal border. نظرة ديتي طبعا المرضى والله يتحرك السبب بتاعها بس الفلو ثرو ذا نارو. سو الناس هذوما تسمع كلمه جيركي بلس وجيركي ايبكس وصد الفلف معناتها قاعد تتكلم على ايزوتروبيك ريستريكتيف كارديومايوبي. ريستريكتيف كارديومايوبي يعطيني ميلي رايت سايلنت اوت فيلير فيتشر يعطيني هاي جي بي أصايتس وبيلاتبل لك إديمة كرونيك. أهم حاجة قريبة منها هو الديفرنشال ديجنوسيس كونستريكتيف بيريكاردايتس. أو أقرب حاجة إحنا ديما نقوله مش من بناتنا الديفرنشال ديجنوسيس ريستريكتيف كارديومايوبي هو كونستريكتيف بيريكاردايتس لأن كونستريكتيف بيريكاردايتس فيلير تو ريلاكس وريستريكتيف فيلير تو ريلاكس والنتيجة في اللايت سايد. That's why أقرب differential أنا عادة نقوله هو restrictive والله constrictive very كذا. Now بعد clinical features investigations diagnosis. In this case هنديرو echo هنقول له ejection fraction ممكن نلقوا thrombus في الهارت. أبغى أعرف شو ما يحتاجوا لأنتي regulation looks like heart failure عامل heart failure كله. ممكن نلقوا انت كارديك كومبس ممكن نلقوا عند الميترال ريجرج لان الديليتد هارت يوسع الرينج بتاع الميترال فالف ممكن تسمع عندهم ميترال ريجرج لذلك الميترال ريجرج از نوت كوز هنا هي كونسيكونس هي كومبليكيشن منه هو الريزم هي ميترال ريجرج وكذا. بينما في حاله الهوكم الانفستيجيشن هنديروا ايكو وهنلقوا سام وهنلقوا اش ستوريك اثير موشن ان نحن نشوفوها بالايكو يتحرك في كديوريك سيستول ان اسيمتريكال سيركل هايبرتروفي هذا فيري فيري ثيك وريجولار فنتريكولار سيركل ممكن هنلقوا هاي او قولوا انكريست ليفت فنتريكولار ثيكنس اللي هو الهايبرتروفي ثيكنس اوف ذا ليفت فنتريكل ويل بي هاي هنلقوا بريشر في الليفت سايد بريشر الليفت سايد اكيد هيكون هاي وهنلقوا هذا الليفت اي تي ام هايبرتروفي حتى الليفت اي تي ام هيكون هايبرتروفي ايش عندنا بس فوق. لو بالنسبه للريستريكتيف كارديومايوبثي هنلقوا تك رايت فنتريكل وديفيكالتي او فيلير تو ريلاكس وهنا بضيف نقطه لا ejection fraction will be normal لأن المشكلة هنا هتكون the systolic is not systolic ejection fraction نسبة هي اللي طلع كم طلع النسبة فهي تزيد وتنقص على حسب نسبة الدم عملنا الكارديك قلت له أنا ولكن ejection fraction إن نحن نحسب بها fraction of blood pair blood طلع كم استقبل كم طلع فهي تيجي تغير مش هتغير الإيجيكشن فراكشن في this case would be normal في حالة الهوكم بينما في نفس البريكولا فيليا يكون يتلكم أنسوري في الريستريكتيف كارب ويبدأ يكون ميلي تكرار يتلكم والفيليا تو ريلابس هذه أهم حاجة. Now in case of the investigation ECG أنا حنقوها low voltage low voltage ECG أنتوا عارفين low voltage ممكن مع أي نوع من الأرثم. And in this case, هنلقوا في Q waves in V1 and V2 and V3 specifically. It has specifically local. هنلقوا random lift ventricular hypertrophy. يعني الهوكم بيكون عندهم LVH هيكون عندهم Q wave in V1 and V2 and V3. And in this case, the ECG بتاعها هتكون low voltage. ECG and chest X-ray
حطيك كارد ميجل. And in this case, normal heart, normal size heart, وأنا هيكون normal size heart. لأن الهايبرتروفي يمين ويسار يصير inside, ما يصيرش outside. الهارت شادو مش هيكون إلا عشان. كاف. أنا مش مهم واجد مش هنحكوا عليه. حتى أنا مش هنحكوا عليه وجه بس أنا هنحكوا عليه الكاف هذا اللي يفرق بين الريستريكتيف والكونستريكتيف ريكاردات يفرق بين الريستريكتيف كارديوميوبيت والكونستريكتيف ريكاردات باي كاف أنا كاردي كاركاريزيشن والديفرنشيت بين كونستريكتيف ريكاردات and restrictive cardiomyopathy exercise ECG أنا مش مهمة مهمة أنا في الحكم حكم هتعطيك decrease in blood pressure with exercise ولي ألي مع الحكم exercise يجي تعطيك مع أنه يجري مفروض يرجع عيشتي لازم كوب بعد يجي ينزل blood pressure وأنا مش مهمة فالexercise يجي مهمة وين في الحكم and genetic testing أنا مع أن إكسلينك بس مش مهم جينات تستنج أنا مهم أنت ندور في الميوتيشن هي أوتوزوم الدومينات في المايوسين and تروبو مايوسين أنا جيناتك تستنج is important وأنا it is not important in case of restrictive cardio myopathy so هذين المين يعني differences في الانفستيجيشن now finally dilated cardiomyopathy anti failure drugs and acquiring damage and ICD مش نمنع الventricular arrhythmias لأن هضم يصير sudden death because of ventricular arrhythmias أنا في نقطة مهمة البيري بارتل كارديوميوباثي may be reversible هذا عليش الكمين هذه من دولة فولو أب مرات يرد على شهور أو ممكن سنة فالبيري بارتل كارديوميوباثي هو النوعية الوحيدة اللي أنا ممكن تكون reversible هايبرتروفيك وبسنكتف كارديوميوباثي إذا كانوا asymptomatic no treatment إذا كانوا symptomatic أنا أعطوهم بيتا بلوكر أو كالسيوم تشانل بلوكر اللي هم الفيرابامل الدلتياز بس أنا لازم نعرف حاجة أو قبل ما نحكي على حاجة ثم نتكلم على ICD هو انترا فنتريكولار كارديوفيرتور ديفيبريليت هذه تو بريفنت صدر ده من الناس اللي حنرحبوا لهم اي سي دي من نكتبوا لان احنا نعطوهم بس بتبلوكر ومن الناس اللي يمشوا معاهم خطوة مرحبوا لهم اي سي دي هم الهاي ريسك وصدر ده من هم الناس اللي عندهم هاي ريسك وصدر ده هو اللي onset of disease is about 14 years صغير هو اللي عنده positive family history of sudden death اللي صار دروب في البلد بريشر with exercise ECG اللي عنده الاش اسيمتريكا سيبتا هيبات في مور دان 3 سنتيمتر اللي عنده جيناتيك ميوتيشن اللي عنده بريفيس
الريسك، هم الناس كلهم هيكونوا ريسك ان هم عندهم هاي ريسك وصار عندهم يعني فاميلي هيستوري ولا عندهم ميوتيشن وكذا. انا عموما نشتغل معاهم وشي بتوع يراقبوا الاي سي. نقطة أخيرة في حكم تريتمنت فازوديليتور كونتراندكيتد زي جوكسن كونتراندكيتد، يعني نحن ما نبوش انتروبك ناقصنا نحن كونتراكشن مشكلتنا في ديستول، لا دي جوكسن ساتسفاكتري ولا الفازوديليتور، بس ريتم حيكون سنكوب ياخذ ريستريكتيف كارديوميوباثي تريت هارت فيلير اند ذن three causes. That's it. Three failure and three causes. So, معناها هنا نتكلم ونحن على important يعني special point in treatment prognosis. دليل الكارديوميوباثي 40% mortality rate. سوري 40% will live more than 2 years 40% will live more than 2 years. وهذا نحن نعرف ان الصادم ده ولا يعتمد على اموره، نحن قبلنا دايتور نوتيفيكيشن وريستريكتيف ما فيش يعني عندنا عليه اي دايتور. لذلك نحن تكلموا على 3 تايبس اوف كارديوميوباثي ودينا مهمه جدا، واكيد حنتكلم في واحد منهم اكيد لأنها مهم جداً حتى هو التوبي قليلاً. سبحان الله، رجيه نكمل إن شاء الله.